اسمي عثمان عبازة، انا بشتغل في فندق مينا هاوس ريجنال دايركتور اوف بي ار هناك، وماسك السكيورتي ديبارتمنت في الزمالك جارديانز. الزمالك جارديانز دي ابتدت اثناء الثوره، حمينا الزمالك من اي بلطجه او اي حاجه تخش الزمالك انها يسرقوا اي حاجه. الحمد لله حمينا الزمالك كلها بشباب الزمالك ورجاله الزمالك كلها. وبعد كده كملنا، وي هاف ويب سايت على الانترنت على الفيسبوك اسمه زمالك جارديانز. بننزل حوالي 1420 واحد على الفيس على السايت نفسه. والحاجه الثانيه ان احنا بننزل ايام انتخابات، ايام الشعب والشورى والرئاسه، بننظم كل الناس والالدر الناس الكبيره في السن، ولو اي حد محتاج حاجه بنوضب مع الجيش والشرطه. والحمد لله في تعاون جامد بيننا وبين الجيش والشرطه.